عليكم محمد من قناة إيفوي، وهذا ملخص أخبار الأسبوع يوم الخميس بتاريخ 9/7/2020. ونبدأ مباشرة مع واحدة من أكثر الأخبار المتوقعة اللي ممكن نسمع عنها في بداية أي جيل، وهي الإعلان بشكل رسمي عن ارتفاع أسعار الألعاب. طبعا أعتقد أن كلنا شفنا بوادر هذا الشيء من فترة، فكل الشركات كانت تشتكي من ارتفاع تكاليف تطوير الألعاب وحتى تشغيلها، لكن ما كان في أي شركة عندها الجرأة الكافية لرفع أسعار الألعاب وتحمل اللوم والضغط الكامل من جانب اللاعبين سوى الشركة واحدة فقط، اللي هي شركة 2K كالعادة يعني. ففي الأسبوع الماضي أكدت شركة 2K أن لعبة NBA 2K21 بيكون سعرها $70 وقت الإصدار للجيل القادم فقط. وعلى فكرة نحن هنا نتكلم عن النسخة القياسية من اللعبة، اللي يعني بدون أي إضافات أو أي شيء. وعلى أنه ممكن تتوقع أن الموضوع هذا حصرا على شركة 2K، لكن حسب دراسة شركة IDG كافة الناشرين يخططون لزيادة $10 على سعر الألعاب القياسي، وبالتالي اعتماد سعر $70 كسعر نهائي لألعاب AAA. السبب حول هذه الزيادات يعود لما حدث في آخر جيلين تقريبا، تحديدا في جيل بلايستيشن 4 وإكس بوكس 1 وما إلى ذلك. فتكلفة تطوير ألعاب للتريبل اي ارتفعت بنسبة 200-300%، وتسعيرة $59 ما صارت تغطي تكاليف التطوير بما يكفي حسب كلام الناشرين. بالنظر لتاريخ الألعاب عموما، الألعاب كانت بتسعيرات مختلفة، لكن مع الوقت تم اعتماد تسعيرة $50 لكافة الألعاب تقريبا وصارت هي الأساس. لكن مع جيل بلايستيشن 3 وإكس بوكس 360 شفنا كيف تم اعتماد تسعيرة $60 بدلا من $50 في 2005، وهذا كان مرتبط بشكل رئيسي مرة ثانية بارتفاع تكاليف تطوير الألعاب. إجمالا أنا ما عندي مشكلة لو كان هذا الموضوع مرتبط فقط في ألعاب التريبل اي، بس خلنا نكون صريحين شوي. تعتقد أن السعر $70 بيكون حصرا على ألعاب التريبل اي؟ ألعاب الإصدارات السنوية مثل ألعاب الرياضة، هل المفترض أنها تدخل أيضا في تسعيرة $70؟ ألعاب مثل داينستي ووريورز، هل تستحق أنك أنت تدفع فيها $70؟ عشان أختصرها لك، بتلاحظ ان الكل يستغل التسعيرة الجديدة للألعاب الى ما تصير تكلفة $70 هي التكلفة او التسعيرة الجديدة الدارجة للألعاب عموما. وعطهم كم سنة اضافية وصدقني بتشوف في بعض الألعاب اللي بتنزل بالستور بسعر $79 او حتى اكثر، وهذه صارت في الجيل الحالي. يعني تلاقيهم ينزلولك مثلا فيفا $69 او حتى اكثر. ليش؟ بس عموما انا ودي اسمع رايك انت تحت في التعليقات، تشوف ان الالعاب هذه تستاهل $70 او ان عندك راي اخر. وعموما هذا اللي كان عندنا بخصوص الاخبار الرئيسيه، فخلنا ننتقل للاخبار السريعه. تقارير تشير الى انضمام شركه مايكروسوفت في سباق الاستحواذ على شركه وورنر بروز انتراكتيف انترتينمنت. نذكر بان وورنر بروز تمتلك استوديوهات تطوير اشتغلت على العاب مثل باتمان، واستوديوهات ثانيه اشتغلت على العاب مثل مورتال كومبات، فالشركه تعتبر ضخمه جدا. الغرفه العليا في البرلمان البريطاني باسم House of Lords اتفقت على ان اللوت بوكسز، وركز اي شيء يدخل ضمن زيادة الفرص في الالعاب، كل هذا بيندرج تحت تصنيف القمار بشكل مباشر. وحثت الحكومة البريطانية على اتخاذ اجراءات في اسرع وقت ممكن لاعتماد هذا الشيء. شكله بتكون فيه تغييرات كبيرة قادمة للالعاب عموما، فمثلا لعبة مثل فيفا ما بتقدر تخلي فيه لوت بوكسز، لان تخيل ان لعبتك في هذه الحالة بتتصنف على انها لعبة فيها قمار، ودام ان فيها قمار ما اعتقد انها بتكون لعبة صالحة لثلاث سنوات فوق. وإذا فعلا تم اعتماد تصنيف القمار كتصنيف رئيسي، يعني ممكن تكون في عقوبات، ممكن مثلا الألعاب هذه تمنع، أو ممكن حتى يوضحون هذا الشيء على الغلاف. فإذا أصرت الشركات على اللوت بوكسز أغلفت الألعاب هذه بتفضحهم حرفيا يعني، فبتلاقي حتى الأهالي يبتعدون عن الألعاب هذه. فيعني ما أدري، تطورات جميلة أشوفها بصراحة، وأتمنى أني أشوف نتائج هذا الشيء في أقرب فرصة نفتك من موضوع اللوت بوكسز. تأكيد موعد إصدار لعبة هورايزن زيرو دون على البي سي، واللي بيكون في 7 أغسطس القادم على ستيم وإيبك ستور. بس عودة إلى أعياد شركة 2K، أكدت الشركة أن إذا اشتريت نسخة الجيل الحالي وكان في بالك أن نسخة الجيل القادم بتكون مع نسخة الجيل الحالي، ترك غلطان يعني، لأن هذه 2K. بس أعطوك حل ثاني، تعرف شو هو؟ لازم تدفع $100 عشان تشتري النسختين مع بعض، بس لو اشتريت نسخة واحدة ما تحصل الثانية. يعني أنا أحب أعتذر لشركة EA، يعني هم صح أنهم يربطونك في تاريخ تفعيل قبل ما تروح نسختك، بس على الأقل ما يدفعونك شيء يعني، عكس 2K. وزيدك من الشعر بيت، يعني إذا أخذت النسخة الخاصة على واحدة من الأجهزة المعينة هذه بتحصل على كل المحتويات على الجهاز هذا فقط، بس الجهاز الثاني ما بتحصل فيه نفس المحتويات. فظيعين جدا صراحة 2K، يعني أنا أهنيهم. الإعلان على الجزء الثالث من لعبة شادو ووريور، والمزيد من التفاصيل بتكون في حدث ديفولفر دايركت بتاريخ 11 يوليو. بانداي ناموكو تستعد لإعلان ضخم يتعلق
متعلق بلعبة تيكن 7، واغلب التقارير تقول بان موسم رابع بشخصيات جديدة. لكن المثير للاهتمام هي ان هذه التغريدة من هارادا تلمح بشكل مباشر لإمكانية تواجد كازوما كيريو من لعبة ياكوزا، واخيرا يعني تراها اكثر شخصية انطلبت من هارادا، فاعتقد فرصة وجودها يعني كبيرة جدا. واعتقد صار منطقي جدا ان تيكن 8 ما بيعلنون عنها في اي فترة قريبة، على الاقل محتاجين سنة. مايكروسوفت تعلن عن تاريخ حدث اكس بوكس لاستعراض مستقبل جهاز اكس بوكس سيريس اكس والعابه، والحدث بيكون في 23 يوليو مثل ما توقعنا الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية. ونذكر بان حدث يوبيسوفت فورورد بيكون في 12 يوليو الساعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية، وبيضم العاب مثل اساسنز كريد فالهالا، واتش دوغز ليجن، وهايبر سكيب، وغيرها من الألعاب الغير معلنة، وربما جزء جديد من برنس اوف بيرجا حسب الإشاعات في آخر أسبوع. على فكرة اسمها بيرجا مو بيرشيا، Prince of Persia. لأن في واحد صلح لي في التعليقات يعني كان زعلان، ما أدري ليش زعلان يعني، حتى لو قلت غلط المفروض أنك ما تزعل، بس يعني الناس تدور أي شيء عشان تزعل ما أدري ليش. بس على فكرة ترى بحضور الحدث بيحصلون على نسخة من لعبة Watch Dogs 2 فقط لمستخدمين يوبلاي على البي سي. الإعلان عن لعبة أكشن RPG باسم Steel Rising من استوديو سبايدرز نفس مطور لعبة Great Fall بطل أفلام IB Man نزل تغريدة يتكلم فيها عن عمله على فيلم جديد، ومن ضمن الهاشتاقات اللي كانت موجودة في التغريدة نفسها كان فيها هاشتاق Sleeping Dog، فممكن يكون هذا تأكيد لفيلم اللعبة ما أدري. بدأ عملية توظيف جديدة حتى قبل إصدار Ghost of Tsushima، وقبل عدة أيام قام استوديو سكر بانش بتجديد دومين انفيمس ذا جيم، فلذا أغلب التوقعات تقول أن مشروعهم القادم بيكون جزء جديد من انفيمس، والله أعلم. تأكيد وجود نسخة من لعبة البقاء راست لجهاز بلايستيشن 4 في 2020. استوديو اي دي سوفتوير مطور دوم اترنال يبدأ عملية توظيف جديدة للعمل على مشروع الجيل القادم. تي اتش كيو تعلن عن تاريخ إصدار ريماستر لعبة كينغدومز اوف أمالار واللي بيكون في 8 سبتمبر المقبل. اللعبة أيضا تحتوي على توسعة لإرضاء اللاعبين القدامى واللاعبين الجدد. شركة تي اتش كيو حصلت على حقوق اللعبة في سنة 2019 من استوديو 38، بس ما زال جزء من حقوق اللعبة مملوك من جانب شركة اي اي، وأي عمل مستقبلي يتطلب موافقتهم. شركة تي اتش كيو حاليا تطمح لإرجاع اللعبة إلى الساحة مجددا، قد تتواجد خطط مستقبلية لو نجح الريماستر أو لو وصلوا إلى حل مقنع مع شركة اي اي. فأتمنى أن اللعبة تمشي، حتى والله شكلها جدا ممتاز يعني، حتى الجرافيكس حسنوا. أتاري تعلن عن سعر جهاز VCS 800 واللي بيكون ما بين 199 إلى 300 دولار، فيعني أنا ما أدري إيش أقول، بس خلنا ننتقل للخبر اللي بعده أحسن. شركة روكستار تبدأ عملية توظيف للعمل على لعبة تريبل اي عالم مفتوح لكن VR، ما أدري شو عدم بالضبط بس ننتظر ونشوف العدم. انتشار إشاعة حول وجود جهاز من إكس بوكس للجيل الجديد إلى جانب سيريس إكس وسيريس إس، لكن أعتقد لو كان هذا الجهاز فعلا حقيقي ممكن يكون سيريس إكس بس بدون قارئ أقراص، لأنه لو كان سيريس إس موجود فعلا أعتقد بيكون كافي، ما نحتاج جهاز ثالث يكون أضعف من سيريس إس أو أقوى حتى منه، ما أدري. إثبات آخر عن وجود جزء جديد من فيبل، وهذه المرة مع تجديد مايكروسوفت لحقوق الاسم. والمثير للاهتمام أن مايكروسوفت اختارت خيار الرغبة في استخدام العلامة التجارية، وهذا معناه أن فعلا في مشروع يجري تطويره للعبة وربما نسمع عنه في نهاية هذا الشهر. ولأن الخبر هذا ما له علاقة بالألعاب فضلت أني أخليه في نهاية الأخبار. بس ملخص الخبر هو أن شركة سوني نزلت طرفية عبارة عن مكيف تقدر تلبسه في الفانيل الداخلية علشان يبرد عليك، وهي فكرة رهيبة يا جماعة الخير يعني، لما تحسون انه بيفك أزمة لو صار متوفر عندنا في الوطن العربي يعني، وليش رايكم؟ بس عموما خلنا ننتقل لإشاعات هذا الأسبوع، وعندنا تزايد التقارير حول إمكانية وجود حدث آخر لشركة سوني، غالبا بيكون حلقة من State of Play، كرد من شركة سوني للإعلانات اللي بتصير في حدث مايكروسوفت نهاية هذا الشهر. وحسب التقارير من المتوقع أن شركة سوني احتفظت ببعض الأوراق لهذه الحلقة، مثل مجددا إشاعات إعلان جزء جديد من لعبة Silent Hill من تطوير سوني اليابان بالتعاون مع كونامي، مع سلسلة من الإعلانات الثانية اللي تشمل ألعاب الطرف الأول والثالث واللي بيكون عدد منها حصري بشكل مؤقت أو بشكل كامل. وإلى الإشاعة الثانية اللي عندنا تتكلم للمرة المليون عن عمل شركة روكستار على لعبة بولي، إلى جانب جزء جديد من إلينوار. وأخيرا عندنا توقعات بوجود حلقة جديدة من نينتندو دايركت نهاية هذا الشهر، وهذا اللي كان عندنا في حلقة هذا الأسبوع. فيعطيكم العافية ونراكم على خير في فيديو ثاني، في أمان الله.